كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ 73.42 ميجا بايت في الثانية، مقارنة بالمعدل العالمي لتحميل البيانات 34.67 ميجا بت في الثانية، وذلك بحسب نتائج تقرير مقياس لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة. وأشارت الهيئة إلى تصدر STC لقائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، فيما تصدرت زين قائمة شركات الاتصالات بسرعة الإنترنت الثابت.